كشخص for me يعني أشوف إنه نقطة النجاح ما هي موجودة في مشواري. شو يعني إنسان ناجح؟ I think هذا المقياس يختلف من شخص لشخص في الحياة، صح؟ يعني مقياس النجاح لي غير مقياس النجاح لك، أو نقطة الوصول للنجاح وين مكانها؟ يعني كشخص for me يعني أشوف إنه نقطة النجاح ما هي موجودة في مشواري، لأنه يعني دائما أقول حق الشباب عندي إنه لما يجينا خبر كويس ونفرح فيه دائما أقول لهم انبسط لمدة 10 دقائق بعدين go back to your work، لأنه كثير من الناس اليوم صار عندها غرور النجاح، أو مش غرور النجاح، صار عندها غرور الوصول للنجاح. يعني كثير من الأشخاص في مجتمعاتنا العربية صاروا يشوفوا أنه لما تخرج من الجامعة، لما راح وجاب استثمار من الشركة ب10 مليون أو 20 مليون أو 100 مليون، بالنسبة لها هذا نجاح، هذا نهاية مشوار النجاح. فأتوقع من الأشخاص اللي أشوف أنه مقياس النجاح يعني هو أثرك على الناس في المجتمعات أو مجتمعك. أنت إيش أثرت على الناس في مجتمعك؟ إيش قدرت تغير في المجتمع؟ يعني بالطريقة طبعاً الإيجابية. موضوع أنه يعني النجاح بالمال أو النجاح بالشهرة، يعني أحس أن الأشياء هذه عبارة عن نجاح مؤقت. فإيش الأشياء اللي أنت تقدر تحققها اليوم بذاتك ما هي موجودة في يعني ما تقاس كنجاح؟ بس هيدا هو نجاح أو هيدا اسمه مسؤولية اجتماعية وما خصه بالنجاح؟ أتوقع أنه طبعاً أنت شخص بنيت وابتديت من الصفر، فهو نجاح مع مسؤولية اجتماعية. لكن لما يعني توضع في مسؤولية اجتماعية هو نجاح مؤقت، صح؟ أنت اليوم وزير، لكن بكرة مش حتكون وزير. بشكل عام النجاح ليكون إنسان ناجح لازم يكون إنسان ذكي؟ لازم يكون إنسان لا ما بتوافق؟ نو أبدا. لكن شو لازم يكون غبي؟ نو الموضوع ما هو غباء وذكاء. لكن ما مشان هيك عم بسألك، النجاح شو عناصر النجاح؟ شو لازم الإنسان يكون كرمال يكون إنسان ناجح؟ I think two things دائما بقولهم إنهم patient and passion. أوكي resistant. يعني persistent، يعني الموضوع ان انت تصحى الصباح كل يوم لمدة 15 سنة قدام في سبيل تحقيق حلم معين او هدف معين. يعني ذكي وغبي، يعني خلينا نسحب كلمة ذكي او غبي. اذا فعلا في يعني patient او في صبر وفي يعني شغف وشغف، احسنت، في صبر وشغف وفي تحمل، قدرة تحمل ان انت مهما صار من الصعاب ستن يعني حتكون على نفس الخط وحتتوجه على نفس الطريق. يعني اتوقع هذا مقومات النجاح.